ازيكم يا احلى متابعين؟ النهارده هعمل لكم وصفه هيلثي. كل الناس هتقول شيف غاده هتعمل وصفه هيلثي؟ هعمل وصفه هيلثي اما يبقى البرودكت اصلا بيشجعني، برودكت هيلثي بيشجعني، هتلاقيه بيستفزني كده على طول ان اعمل حاجه هيلثي. سيتشيليانو الباستا سيتشيليانو منزله باستا هول ويت، حقيقي شجعتني جدا ان ليه ما اعملش لكمش باستا هيلثي. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. وقبل ما ابدا دايما عايزه اقول لكم على تيبس للباستا ازاي بنسلقها، لان احنا عشان التصوير بنبقى سلقين الباستا جاهز. اهم حاجه في سلق الباستا ان احنا ما نحطش زيت في الميه ارجوكم. ناس كتير قوي تروح حاطه ملح وزيت وتلاقي ان فرحانه ان الباستا ما بتلزقش في بعضها، تيجي بعد كده وهي بتعمل الصوص الباستا تتزفلط من على الصوص، ما يمسكش الصوص في الباستا وتلاقيه مفصول عنها، ودي اغلط حاجه بنعملها في سلق الباستا. اهم حاجه نعمل ميه مغليه ومعاها سي سولت، وبعدين نحط الباستا بتاعتنا ونقرا هي مكتوب عليها كام دقيقه. لو مكتوب عليها مثلا 8 دقائق زي الباستا اللي هعملها النهارده، يبقى ابتداء من 7 دقائق نبتدي نتشك، لقيناها الادانتي اللي هي فيها العضه السنه دي تبقى بقت كويسه قوي، ونبتدي نشيل الباستا بتاعتنا. اما نيجي بقى نفضي الميه المغليه اللي فيها، هناخد شويه ميه من البويلنج ووتر بتاعت الباستا دي، فيها كل البهاريز دي اللي بتحلي الصوص بتاعنا، وما نشطفش الباستا خالص، احنا يا دوبك نصفي الميه منها وناخد شويه ونسيب الباستا نحطها على الصوص بتاعنا. حاجه تانية عايزه اقولها لكم ان الباستا السيتشيليانو معموله من سيمولينا ويت، ودي بريميوم كواليتي، فهتشجعكم كلكم انكم تاخدوا حاجه صحيه ببريميوم كواليتي. يلا نشوف هنعمل ايه. هبتدي على طول دلوقتي هحط اوليف اويل، وبعدين استنى بس، انا ما بحبش دايما، هتلاقوني في كل فيديوهاتي عارفين ان انا ما بحبش الاوليف اويل يسخن جامد، بحبه يسخن بالحاجات اللي فيه عشان مش صحي ان هو يتقدح لوحده الاول. فهبتدي هحط البصل، هتلاقوا الحاجات كلها هيلثي ومش هتلاقوا طبق اسهل من كده ولا اخف من كده. هبتدي احط شويه فلفل وملح، انا بسيب دايما، وبرضو هتبقوا عارفين عني ان الفلفل والملح حسب الرغبه، عشان في ناس تحب ملح كتير قوي، في ناس تحب ملح قليل، انا بحب الوسط فبسيبها اختياري ليكو. وهنزل بالزعتر والروزماري ونجيبهم فريش، عشان دول بيدوا طعم رهيب مع الباستا ما بتبقى الحاجات فريش الهيربس. زي ما احنا شايفين ما بسيبهمش يتبلوا جامد، انا تقليبه واحده بس. وهنزل بالزيتون، وبعد كده زي ما قلنا خدنا شويه ميه من بتاعه الباستا عشان نظبط فيها، هنحط حبه صغيره من ميه البويلينج باستا، واول ما تجهز كده هروح نازله بالباستا اللي انا سلقاها اوريدي اللي هي بالهول ويت، بقى اخدها تقليبه حلوه قوي مع الخضره والزيتون. لو شميتوا الريحه انتوا هتحسدوني على الريحه، بس لو شميتوا ريحه ما حصلتش. هوريكم بقى كمان هنغرفها ازاي، بس اول حاجه لازم اقلبها كويس قوي عشان ابقى ضمنت ان كل الخضره اللي انا حطاها الروزماري والزعتر اتقلبوا كويس في الباستا. مفيش اخف من كده باستا، يعني هي the healthiest pasta you can eat. حاطين فيها اوليف اويل وهو healthy، حاطين فيها البراون باستا، حاطين فيها خضره كلها حاجات فريش حلوه، فما فيش اكتر من كده هيلثي باستا. مش هسيب الباستا تتقلب كتير عشان ما تتقطعش ما تتكسرش ما تتهريش في السوى. هروح حاطه على طول الجبنه الفيتا اليوناني،
وهاخدها تقليبة واحدة فقط عشان الجبنة ما تتهريش، واروح شايلاها وكده هتبقى خلصت الباستا، ما فاضلش غير على انها تتغرف. وتعالوا نشوف هنغرفها ازاي. جهزت الباستا بتاعتنا وبصوا غرفناها ازاي، وحطينا التاتش البسيط السيمبل عشان طبق الباستا اصلا طبق سيمبل، فلازم نخليه حلو بس الطريقه فيري سيمبل. حطينا وحدات روزماري فريش، وحدات زعتر، وحطيناه في طبق حلو. وبالف هنا جربوه وبعتولي اسئلتكم وكومنتاتكم على الوصفه ما تعملوها.